بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزئية الثانية إن شاء الله هنقوم بعمل المغاسل بالشكل ده، وهنقوم بعمل الخلاط المياه أو الحنفية بدل دي، هنعمل الشكل ده. طبعا هنستخدم كل المودلز أيضا بالبولي، وممكن تعملوا الجزئية دي في المغسلة بالكيوب عادي، هي بس اوريدي كده كده هنعمل الشكل بالطريقة دي. اوكي، بعد كده هنكبر الجزئية دي شوية، هنمسك ال edge selection الأربعة اللي هم حوالين دول، اوكي، وهنعمل لهم بيفلينج الطريقه دي. طبعا الكاتس دي احنا هنصلحها حالا بان احنا نمسك الايدجز ونمسح الكاتس دي كلها ونرجع نقطعها احنا بطريقتنا. هنعمل لها ديزول، طبعا الجزء تحت برضو هنعمل له نفس الطريقه اللي احنا عملناها من فوق، ديزول. وبعد كده هنقوم بترتيب او بتقطيع بالنايف لاين، هنقوم بالتقطيع بالطريقة دي. جميل، اوكي. بعد كده هنحط الموديل بتاعنا في هايبر نيرس نشوف ايه الاخبار. طبعا احنا بعد كده هنبقى نعمل كاتس هنا علشان خاطر نعمل شوية هاردين للموديل، فهنعمل له كات في الحتة دي وهنعمل كات يعني في الحتة دي برضو كده، بحيث ان هو يكون باين بالشكل ده. بعد كده هنعمل الجزئية اللي فوق، يعني ممكن تعملوا الجزئية اللي فوق نفس الموضوع، بدل ما نعمل واحدة جديدة هنعمل سبليت للسلكشن ده. سبليت، هيبقى عندنا تو بوليجونز هنحطهم الاثنين في وان جروب. بعد كده هنعمل اكستريدنج برضو، بس ممكن المره دي من غير ما نعمل كريت كابس بالطريقه دي، نعملها كده شويه. بعد كده هنعمل سلكشن على كل البوليز اللي بره برضو، بس ان انا عايز اكبر الموديل ده شويه. سوري، احنا محتاجين ان احنا نعمل الشغل على دوت، فخلونا عشان ما نتلخبطش نعمل ده واحد ولا اتنين. اوكي، نعمل سلكشن الطريقة دي. اوكي، هنكبر الموديل بتاعنا كده شوية. اوكي، نجيبه هنا اهو، تمام. بعد كده هنعمل السلكشن هنا وهنعمل انر اكسلودنج كده اهو، ممكن يعني نزود دي كده في الطريقة دي. بعد كده هنعمل اكسيدنج على جوه شويتين كده. طبعا هو الموديل هنا احنا هنمسح دي البولي علشان خاطر نعرف نشوف الموديل عادي. لو انتوا عايزين تمسحوا كمان البوليز دي كلها فممكن تتمسح عادي بكل بساطة، بس نشوف الأول نعمل تثبيت وبعد كده نكمل عادي الشغل، مأثرش على حاجة. بعد كده هنحتاج نعمل كاتس بالنايف، أولا هنا أهو، ثانيا هنا أهو كده بعيدة شوية علشان تدينا الشكل ده. أوكي، بعد كده هنعمل كاتس بالعرض وبالطول عشان ندي الشكل ده يكون يعني قريب من المربع كده.
خلينا نعمل كات بطريقة أظرف، اللي هي بال edge مع الكونكشن، عشان خاطر ما نعملش أي مشاكل في يعني تبقى مظبوطة في النص. سوري أنا عملت الظروف، هنعمل كونكت بعد كده، هنعمل سيلكشن لدول، هنعمل كونكت تاني، وبالتالي يدينا كونكت مظبوط 100% في النص الموديل. هنشوف الهابل نيرفز تمام. الطريقة دي الجزئية دي خذت، بس هنعمل حاجة بسيطة هنا. يعني ممكن نعمل سوري انا عايز دي ايوه، هنعمل هنا سيلكشن بال edge سيلكشن للجزئية اللي هي دي، وهنعمل لها شوية اكسفيلينج بسيط كده، بحيث ان هي نخبي الموديل عادي جوه كده. ولو انتوا حابين تعملوا لها شوية هاردنس، ممكن تعملوا لها كات هنا ويخلص الموضوع. اوكي هنعمل بقى هنا الخلاط بتاع الميه. خلونا نعمل هايد للمودم. اوكي هننزل ايضا البوليجون، طبعا هنصغر البوليجون ده شويه، نخليه مثلا 25 edit able، بعد كده بولي سلكشن، وهنبدا نعمل اكسفيدنج. مش لازم كريت كابس، ممكن نشتغل عادي على طول. اوكي كده جميل، هنعمل هنا كات واحد كده، وبعد كده نعمل الحته بتاعت اللي فوق دي. طبعا انا هعدل الشكل ده عادي خالص، يعني في المقاسات وفي الكاتس. هنعمل كاتس جديده هنا اهو، وهنكبر الشكل ده شويتين كده، بحيث برضو ان احنا نكبر ده كده. اوكي طبعا مع الهايبر نيرفز هتلاقي المواضيع دي ظبطت شويه، بس احنا عشان لو بولي تلاقي الهايبر نيرفز هيغير الشكل اللي احنا متوقعينه، فاحنا اوريدي هنكمل عادي شغل من غير هايبر نيرفز، بعد كده نظبط الهايبر نيرفز بتاعه. خلوني نعمل هنا كمان جزئيه جديده، هنعمل انر اكستريود، هنظبط المقاس يكون بالشكل ده شويه، بعد كده هنعمل اكستريدنج كده اهو. اوكي هناخد الجزئيه دي وهنعمل لها اكس فيو بالطريقه دي، طبعا احنا هنخلي دي فوق شويه، والبوينتس دي برضو هنخليها فوق بس مش دلوقتي، هناخد دي نعمل لها سيلكشن كده ونخليها فوق سنه. اوكي بعد كده البوينت هناخد يعني بي كيرفول انت ما تكونش عامل اي سيلكشن لاي بوينت في الموديل. بعد كده هنمسك الستيتش، هنعمل ستيتشنج بالطريقة دي. سوري خلينا نعمل الأول اوبتمايز عشان خاطر لو في أي نقط زيادة تتظبط معانا بالطريقة دي. يعني هنجيب البوينتس اللي فوق لتحت بحيث إن هي تبقى معمولة بالطريقة دي. اوكي طيب بعد كده ممكن نعمل الكاتس بتاعتنا علشان نظبط الموديل، بس اول حاجه في هنا عندي انر اكستريود او اكستريود لجوه، هنعمله بالماكسيمم انجل 91 بالطريقه دي عشان خاطر ندي شكل اللي هو في الموديل. اوكي ممكن نخلينا نصغر ده الاول شويه كده، بعد كده نعمل الشكل ده مع سب ديفيجنز بحيث ان هو يبقى حاط كده. اوكي هنعمل هنا هاردنس بال edge سيلكشن مع الويتنج نيرفز، هندوس على بوينت في الكيبورد وفي اي حته في الـ في الـ في السبيس، هنعمل ستيتش بالماوس. اوكي الطريقه دي علشان خاطر خلي الموديل شوية أحط من تحت.
هنا هنبقى نكبر الشكل ده بعدين بالنورمال موف، بس احنا محتاجين ان احنا نعمل شوية كاتس. في عندنا كات محتاجين نعمله في الحتة دي. اوكي، وفي كات هنا اهو. هنمسك الكات اللي في النص ده، هنعليه سنة، وده هنزله كده. بي كيرفول ان الكات اللي هنا ده اوريدي يعني البوينتس دي بتبقى ورا شوية، علشان خاطر تدينا الشكل اللي احنا متوقعينه بالطريقة دي. ممكن تخلوا الاخر بولي دي صغيرة شوية، يعني مش صغيرة، خلوها ريسكيلينج داون بالطريقة دي، بحيث ان هي تدينا الشكل ده. اوكي، طبعا الجزئية دي هي اللي بتتحرك في الموديل، بس احنا محتاجين برضو كاتس هنا اهو كده. تيم كات هنا عشان يدينا الشكل ده. طبعا السايز ممكن نظبطه بعدين، او ممكن تعملوه بكل بساطة بالطريقة دي. سلكت، ممكن نعمل سلكشن، او ممكن تستخدموا اليو في اليو اف سلكشن بالطريقة دي، عشان خاطر نعمل سيلكت الجزء اللي جوه. يو في يو اف سيلكشن عشان نعمل فيل سيلكشن. بعد كده نورمال موف، مش هينفع نورمال موف، نورمال سكيل. خلينا نعمل سكيل عادي خالص من غير واي اكسس بالطريقه دي، عشان خاطر نكبر شكل. ممكن نعمل الواي اكسس هنا كده، ظبطنا الحتة دي. اللي فوق دي محتاجة ان هي تبقى شوية سموس اكتر من كده، نعمل لها كاتس. لو عملنا كاتس فوق هنظبط الحتة دي، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل سلكت على الاجزاء اللي هنا دي. ممكن نعمل لها شوية ويتنج نيربس، بس ان هي تبقى بالشكل ده. ممكن احنا عايزين يعني هي زي ما تقولوا ايه، كبيرة من هنا شوية، فاحنا ممكن نخليها اصغر عشان خاطر تدينا الشكل السليم بتاعها. هي كده كبيرة فعلا. وبعد كده احنا ممكن نعمل كات. ايوه، ممكن نعمل كات بقى هنا، بحيث ان هي تدينا شوية في الحتة دي بالذات، تدينا شوية هارد كده. اوكي، وبعد كده نبدا نعمل اللي هي الحته بتاعت الحنفيه اللي بتصب الميه، هنعملها في الجزئيه دي. يعني هنا هتبقى كبيره، طب يبقى خلونا نكبر دي شويه كمان، ننزلها تحت سنه. لو عايزين تعملوا كات هنا علشان خاطر ما تاذيش الموديل، هنعمل only visible select visible elements، نعمل لها inner extrude بالطريقة دي. اوكي، اكسترودينج. بعد كده هنعمل اكسترود جديد. من غير سب ديفيجنز، واحد بس. ممكن نروح للفرونت فيو عشان خاطر نعمل روتيشن بالطريقة دي. ممكن نظبط البوينتس بتاعتنا بحيث ان هي تبقى بالشكل ده. اوكي، بعد كده نشوف هايبر نيرفز اخباره ايه. تمام، اخر بولي احنا مش عايزينها، اللي هي كانت معمولة سلكشن، هنعملها ديليت بكل بساطة. بعد كده لو حابين، هو الموديل اوريدي هنا
في ال edge selection هنا بيبقى ready معمول له waiting، فهنعمل الحتة دي waiting كده بحيث ان تكون طالعة بالشكل ده. وكده الجزئية دي خلصت. هنقوم بقى بترتيب البوليجنز بتاعتنا الأولانية مع البوليجن الأولاني أو مع الموديل الأولاني، وهنظبط مقاسه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلونا نغير اكسس الموديل هنا اهو، بحيث ان احنا لما نصغر ونكبر يبقى ريدي في مكانه. هنعمل سكيلينج داون بالطريقة دي، بالتالي يبقى معانا الشكل تمام. طبعا انا الموديل اساسا هنا الاساسي هنا دي قصيرة شوية، انا طولتها علشان خاطر احنا غيرنا الشكل فبنستخدم حاجة تانية. اوكي، فاضل حتة بس صغيرة قبل ما نخلص اللي هي الشكل اللي هنا بتاع القفل. ممكن نستخدم السلندر، طبعا هنعمله سكيلينج داون كتير ان احنا محتاجين حاجات بسيطة في السايز. اوكي، كالعادة هنخلي الروتيشن سيجمنتس مثلا نخليها مثلا 12، خلي دي 8 اوكي زي ما هي، خلي دي 1 لا خليها 84 هتبقى ايه. طبعا احنا شغالين بالسنتي، فالسنتي ده كتير قوي على الموديل، بس احنا ايه ممكن نعمل اديت. طبعا احنا مش هحتاج الكابس اوريدي هنا، الحاجات الصغيرة دي نهتم بيها علشان هي اوريدي بتضيع يعني مع كتر البوليجونز بتضيع وقت في الـ في الريندر. خلينا نعمل السكيلينج او نغير مكان الاكسس لهنا عشان لما نيجي نعمل روتيشن يبقى بالشكل ده. اوكي، هنعمل واحد تاني، او ممكن نعمل ايه نعمل زي بوكس صغير بالكيوب. الطريقة دي طبعا انا بصغر الموديل اي حاجة بحيث ان انا اجيبه بس واظبطه بعد كده، اظبطه هنا. اوكي، كده تقريبا يعني ظريف. طبعا انا هحط الكيوب مع الهايبر نيرفز بحيث ان هو يبقى بالشكل ده. اوكي، طبعا انا هبتدي اكبر هنا سنه، انا محتاج ان يكون كل السايز واحد مظبوط. تلاتة هنا مثلا ممكن اخليها 12 بحيث ان يديني الشكل ده في الاخر. اوكي، نعمل انت ايبل ونعمل له كات هنا وهنا بحيث ان ياخد الشكل ده. اوكي تمام، بكده الجزئية دي خلصت. في الدرس المقبل هناخد كيفية عمل البانيو بالشكل ده بالاكسسوارز بتاعته، وهنعمل له حنفية او خلاط هو ده الشكل بتاعه، بس هيبقى ده في الدرس اللي بعديه. اراكم بخير ان شاء الله في الجزء الثالث، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.